طبعا كنا لسه بنتكلم عن الاكل والتغذيه العلاجيه، وان في اكلات ممكن انها بتحسن مودنا وكده، وان يكون في توازن في الاكل علشان ما يبقاش في زياده في الوزن. ففي ناس عندها مبدا ان هو ياكل اللي هو عاوزه بعد كده يشرب شاي اخضر يعني خلاص. ايوه بيغسل ضميره، مش بيغسل زي ما انت عارف، علاقه بالدايت يعني. كوبايه شاي اخضر والدنيا اتحلت، ما عندوش اي مشاكل، وده نوع من انواع الرجيم اللحظي بالنسبه له يعني. فاحنا هنتكلم عن اهميه الشاي الاخضر وفوائد الشاي الاخضر، بس يعني بدون المدرسه اياها اللي بتتكلم ان انا اشرب شاي اخضر يبقى خلاص. هي في فايده اكيد بالتاكيد طبعا الشاي الاخضر في التخسيس زي ما الناس بتقول. نعرف بقى التفاصيل اكتر ونشوف معلومه تهمك ونرجع لكم مره ثانيه.